صباح الخير لجميع المشاهدين، واهلا وسهلا فيكم بفقره التغذيه ضمن برنامج يوم جديد. معكم اخصائيه التغذيه العلاجيه رندا الديسي. اليوم رح نحكي عن اكثر التوابل اللي انا بحبها واكثر المشروبات الصحيه اللي انا بحب انه الاشخاص تستهلكها. رح نحكي اليوم عن اهم فوائدها، ورح نشوف هل هذا الشيء رح ياثر على استهلاككم منه، وهل رح يزيد، وانا بتمنى انه يزيد من استهلاككم من هاي التوابل ام لا. اليوم موضوعنا عن الزنجبيل، أهميته، طريقة استخدامه، ولمين الأشخاص اللي أكثر استفادة من هاي التوابل. طبعا الزنجبيل مليء بالمواد الغذائية وفيه مركبات حيوية نشطة اللي بتعكس فوائد كتير كبيرة على الجسم وعلى الدماغ. رح نذكر أهم هاي الفوائد على الجسم، وهاي الفوائد مكتشفة بدعم أكيد من الأبحاث العلمية. رح نبلش أول شيء على أهميته. طبعا الزنجبيل بيحتوي على مادة أو زيوت اللي احنا بنسميها بالجليسرول. هاي المادة بتحتوي على خصائص طبية وعلاجية قوية، عشان هيك نحن لازم ناخده بشكل يومي، وأكيد فيه نفس المواد الغذائية المفيدة اللي هو موجودة عندي بالكركم والهال، لأنه هم بينتموا لنفس العائلة تبعت التوابل. بالزمان كان يستخدموا الزنجبيل بطريقة مختلفة، وأكيد لتساعد على عمليات الهضم وتقلل من الشعور الغثيان، وكمان كان يحارب العديد من أمراض الزكام وفيروسات الإنفلونزا. وهاي المعلومات هي صحيحة، ولحديت الآن نحن بنستخدمه لهاي الاستخدامات. فإذا أهم استخدام للزنجبيل رح نشوفه أنه هو بيعالج كتير من الغثيان، وخصوصا الأشخاص اللي عندها أمراض الغثيان الصباحية، والامرأة الحامل اللي بتعاني من الغثيان الصبح، كاسة من الزنجبيل هي الحل لحتى تحد من الغثيان. بيساعد أكيد بالتخفيف كمان من التأيق، وخصوصا بعد الجراحة، وأكيد لمرضى السرطان اللي بيخضعون للعلاج الكيميائي بيكون عندهم كمان نسبة عالية من الغثيان والتأيق، فهو بيساعدهم بشكل كتير عالي وكتير كبير بالحد من هذا الإشي. وأكيد رح يكون إلها أثر فعالية لما بيتعلق بالغثيان المرتبطة بالحمل، مثل ما غثيان الصباح اللي حكينا عنه. الأشخاص اللي عم بتعاني من هاي المشكلة، كوب واحد من الزنجبيل اليومي صباحا بعد وجبة الفطور، وأكيد أنا ما بحياتي رح أنصحكم تاخدوه على معدة فاضية. صحيح هو بيساعد بحرق الدهون، ولكن إذا كان على معدة فاضية أو معدة مليانة عنده نفس التأثير، ولكن هو قوي جدا وممكن يخرب الغشاء الحامي للمعدة، فدائما بننصح أنه نحن ناخد هذا الكوب بعد وجبة الفطور. ننتقل للفائدة الثانية. أكيد الزنجبيل بيساعد على تقليل الألم والأوجاع خلال الرياضة. الأشخاص اللي بتستخدم عضلاتها بشكل كتير كبير، وفي دراسات ورجت أنه بتقلل من آلام العضلات الناجم عن ممارسة الرياضة. ورح نشوف أنه الزنجبيل إذا استهلكناه لمدة 11 يوم رح يؤدي إلى انخفاض كتير كبير بالألم اللي عندي العضلات والمسلز اللي عندي بالجسم اللي تتألم، وخصوصا بيكون عندي من زيادة اللاكتيك أسيد فيها بيكون عندي خمول بهاي العضلة باليوم الثاني أو الثالث. رح نشوف إنه الزنجبيل رح يحد من تراكم اللاكتيك أسيد بالعضل اللي بيعمل على خموله، وبالعكس رح ينشط العضلة بشكل أكبر. فللمتدربين الرياضيين خلينا ناخد كمان كوب من الزنجبيل اليومي، رح نواظب عليه لمدة 11 يوم، رح تشوفوا الفرق من بعدها. وأكيد بحد من التهاب المفاصل وتآكل الغضاريف. التهاب المفاصل وتآكل الغضاريف شائع جدا عندنا، وخصوصا عند كبار العمر، وبينطوي على انحطاط المفاصل اللي عندي إياها بالجسم، وأكيد بأدي إلى أعراض مثل آلام المفاصل والتصلب فيها. نصيحة أنه نحن ممكن ناخذ مزيج من الزنجبيل مع المستكة، القرفة، وزيت السمسم، ورح يمكن أنه يقلل من الألم والتيبيس عند ما يطبق موضعيا. بننصح هدول الأشخاص أنه يعملوه على شكل يومي قبل النوم على المفاصل اللي عندي فيها وجع. ما ننسى الخلطة أنه نحن ممكن نحط الزنجبيل مع المستكة، القرفة، والقليل من زيت السمسم. بنحضر كمية معينة منهم، والكميات رح تكون 100 ملي جرام و100 ملي من كل مستحضر إحنا عم نستخدمه. ندهنهم يوميا على المفاصل اللي عندي أوجاع فيها، وخصوصا في الركب، ورح نشوف عندي تأثير كتير عالي، لأنه الزنجبيل والزيوت اللي فيه بتساعد على امتصاص الأوجاع وتحسين الغضاريف اللي فيها. كثير أشخاص بتسأل عن تخفيض سكر الدم، وأكيد تحسين عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كتير كبير. رح يورجيني هاي الدراسة هي الأشخاص اللي كانوا يستهلكوا الزنجبيل والأشخاص اللي ما كانوا يستهلكوا الزنجبيل، شو نسبة السكر عندهم بالدم، والأشخاص كمان شو نسبة الخطر بإصابة أمراض القلب. رح نشوف الأشخاص اللي كانوا عم يستهلكوا بالجراف أو بالستاتستكس الموجودة قدامنا، إنه النسبة الأقل جدا اللي هي كانوا عم يستهلكوا الزنجبيل عندهم خطر بارتفاع مستوى السكر بالدم
فوق العادة، وكمان بخطر الإصابة بأمراض القلب. وعلى عكس ذلك رح نشوف الأشخاص اللي ما كانوا عم يستهلكوا أي منها قديش نسبة ارتفاع السكر بالدم والخطر الإصابة بأمراض القلب. خلينا نهتم لأجسامنا بشكل أكبر ونعرف أنه للأشخاص اللي عندهم سكري الزنجبيل رح يساعد بتقليل نسبة السكر بالدم بشكل كتير كبير. طبعا رح ننتقل لانه رح يساعدني على عصر الهضم المزمن. اشخاص كثير بتاخذ خل التفاح لتساعدها بالهضم، وحكينا بالفقرات الماضيه عن اضرار خل التفاح وكيف نحن لازم نحد من استخدامه خصوصا للهضم، لانه هو بيستبدلوا الهيدروكلوريك اسيد تبع المعده، بصير يعتمد على الخل بدل ما انه يعتمد على نفسه للهضم. فاكيد الزنجبيل رح يتميز بانه يحاول يساعد الأشخاص من التخلص من عسر الهضم وعدم الراحة أكيد بالجزء العلوي من المعدة. يعتقد أنه تأخر إفراغ المعدة هو المحرك الرئيسي أكيد لعسر الهضم، عشان هيك رح نشوف أنه الزنجبيل رح يساعد الأشخاص بنسبة 50% من تسريع تفريغ المعدة، والأكيد رح يساعد الأشخاص بأنه يبطل عندهم الإمساك أو عسر الهضم اللي رح يحسوا فيه لفترات طويلة. وننتقل لشغلة كتير مهمة، إنه الزنجبيل أكيد بيساعد على مستوى الكوليسترول بالدم. الأشخاص اللي عم تستهلك أكل مشبع بالدهون، كاسة من الزنجبيل مش رح تعكس المأكولات اللي نحن عم ناكلها، ولكن إذا نحن اتبعنا نظام غذائي صحي فيه نسبة دهون أقل، كاسة الزنجبيل رح تساعد بالتخلص من الكوليسترول السيء وتحسين نسبة الكوليسترول الجيد بالجسم. نحن دائما بنسميهم ال LDL اللي هو السيء وال HDL اللي هو الجيد. خلينا ننتبه إنه إذا كان غذائي خاطئ كاسة الزنجبيل مش رح تساعد ومش رح تحرق الدهون، ولكن إذا كان غذائي صحيح كاسة الزنجبيل رح تساعد إنه نحن نعلي نسبة الـ HDL ونخفض من نسبة الكوليسترول السيء الـ LDL. للأشخاص كمان اللي عم نشوف قديش السرطان صار عندي مرض شائع، للأشخاص اللي بتحب توقي أنفسها من هاي المسرطنات، كوب من الزنجبيل أكيد رح يحد من انتشار الخلايا سريعة الانتشار المسرطنة بالجسم، ورح يتعمل على تآكل هاي الخلايا وقتلها. فخلينا ننتبه أنه نحن كمان نشوف إيش الأمراض اللي أنا ممكن أوقي جسمي منها بالغذاء الصحيح، ونحاول قد ما بنقدر أنه نحن نركز عليها. الزنجبيل بحسن من حركة الدماغ والأوعية، من انه يكون عندي خطر بالاصابه بمرض الزهايمر. كمان الاكسده اللي بتكون عندي بالجسم بسبب الماكولات الخاطئه اللي نحن عم ناكلها بتزيد نسبه المؤكسدات اللي بالجسم، فنحن لما نستهلك كوب واحد من الزنجبيل باليوم رح نشوف انه رح يقاوم المؤكسدات، ورح يكون فيه مضادات للاكسده بتساعد على ابقاء الجسم أفضل بشكل أحسن ولفترات أطول رح تحمينا من الأمراض. بعد ما سمعنا كل هاي النصائح الغذائية عنه، أنا بتمنى أنه الأشخاص بلش تستهلكه بشكل أكبر، ونحاول أنه نحن نستبدل القهوة اللي نحن بنستهلكها بكميات كتير كبيرة بمشروبات أخرى. القهوة لها فوائدها، ولكن كمان مشروبات أخرى بتعطي جسمي فوائد كتير كبيرة، مثل ما حكينا اليوم عن الكوليسترول، للأشخاص اللي عندهم سكر بالدم، للأشخاص اللي عندهم نسبة عالية من الدهون، للأشخاص اللي عندهم سمنة، للأشخاص كمان اللي عندهم سرطان أو عم يحاولوا يوقوا أنفسهم من السرطان، خصوصا إذا عندي حدا بالعيلة كان معه هذا المرض الخبيث، وأكيد الأشخاص اللي بتحب أنها تحمي أجسامها من أنه يكون عندها مرض الزهايمر في الكبر. خلينا نحاول قد ما بنقدر نهتم بتغذيتنا، لأنه تغذيتنا رح تقرر صحة أجسامنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بهاي الفقرة الغذائية. خليكم معنا بالأسبوع القادم لنحكي بموضوع جديد بالتغذية، ونهاركم سعيد.